أستاذ بالخير حموتي من جامعة محمد الأول بوجدة، رئيس مؤتمر الدولي لعلوم المواد والبيئة في نسختها الخامسة، وارتئينا بأننا نساهم في تنمية الأقاليم الشرقية بهذا المؤتمر العالمي الذي ذاع صيته، وهناك أكثر من 30 دولة مشاركة وأكثر من 450 مشارك و30 أو 33 محاضر من الوزن الثقيل. فيصل الشحاتيت من المملكة الأردنية الهاشمية، وأشغل حاليا رتبة أستاذ دكتور في قسم الكيمياء في جامعة مؤتة جنوب الأردن. أهلا بكم. في البداية شكرا جزيلا لإعطاء هذه الفرصة للحديث معكم. حقيقة أنا متابع الICMES من نسخاته الثلاث الماضية، كانت أول مشاركة إلي في النسخة الثالثة اللي عقدت في مدينة السعيدية في العام 2018، والحمد لله الآن رجعنا بعد 4 سنوات والتقينا مع الأخوة هنا. هذا المؤتمر هو يعني ممتد من 5 سنوات إلى الآن، ويناقش قضايا مهمة تتعلق في علم المواد وتطبيقاتها سواء بالصناعة أو بالأمور الطبية والأمور البيئية، وهذا اللي بيعاني منه العالم الآن كأجمع. الأمور الصحية هي يعني المين إيشو، هي العامل الرئيسي والنقطة الرئيسية اللي العالم بيحاول إنه يطور فيها ويحسن من حياة الفرد بالأمور الرعاية الطبية والصحية، ونفس الوقت الأمور المناخية وبما يتعلق في البيئة كمان والتغيرات المناخية اللي قاعد بتصير. فالجميل بهاي السنة اللي شفته التغير اللي صار مثلا من 4 سنوات، إنه عدد المشاركين زاد بنسبة كبيرة جدا. الخلفيات اللي هم جايين منها سواء التخصصات البحثية الدقيقة أو البلدان أو الجامعات اللي جايين منها كانت خليط ممتاز جدا، وهذا كان بيعطينا إحنا فرصة كمان نطلع إنه هالناس اللي التقينا فيهم جزء منهم قبل عدة سنوات ورجعنا معهم اليوم، شفنا هالتطور اللي صار سواء في أبحاثهم أو التطبيقات للأبحاث اللي بيجروا فيها. أحمد الدهيبي، بروفيسور اوف اورجانيك كيمستري بالجامعة اللبنانية في بيروت. يعني اليوم انا مشارك بهذا المؤتمر ببرزنتيشن، يعني بتوك عن المواد التي تستعمل ك بتطبيق المواد الكهربائية وتطوير التطوير مخازن الطاقة بالطرق الأقل تأثيرا على البيئة والأقل تكلفة. هذا البحث اللي أنا سوف نقوم به هو بحث مشترك ما بين الجامعة اللبنانية وجامعة كيباك في مونتريال بكندا. ما بعد
maximum. Et vraiment, tout a été bien, bien fait. Et Monsieur Hammouti. جامعة محمد الأول بوجدة، رئيس المؤتمر الدولي الخامس لعلوم المواد والبيئة. هذا المؤتمر هو حاليا المؤتمر الخامس اللي كيقام في مدينة السعيدية، واحد المدينة السياحية. المؤتمر لأول مرة اللي كنشوفوه في بلادنا، الحمد لله اللي شرفوا عليه علماء بارزين في العالم. اللي شرف على هذا المؤتمر 45 عالم في جميع التخصصات. دابا حنا في النهاية كنشوفوا واحد الفرحة كبيرة ديال هالطلبة ديالنا، الطلبة الباحثين في المغرب، فرحة كبيرة. ماشي فرحانين انهم راهم في الفندق، ولكن فرحانين من تلقوا مع هاد العلماء من امريكا، من كندا، من اسبانيا، من بلجيكا، من فرنسا، من الاردن، من جميع انحاء العالم. البروفيسور بالخير حموتي بجامعة محمد الأول بوجدة، البروفيسور محمد داودي بجامعة الملك عبدالله كوست جدة السعودية، البروفيسور فواز جفالي بجامعة محمد الأول بوجدة، وكذا البروفيسور محمد شكري بكلية الطب والصيدلة والمستشفى الجامعي وجدة، وجامعة محمد الأول وكلية العلوم وكلية الطب والصيدلة بوجدة، والمركز المغربي للتنمية والعلوم بشراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا كوست بجدة السعودية.